السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى هنتكلم النهاردة عن الديوس. طبعا انتوا عارفين كلكم الديوس اللي ما يخشش الجنة، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الديوس ده اللي ما بيخافش على عرضه. طب في واحد سبحان الله العظيم اتجوز واحدة مش من الشارع، اتجوزها من بيت أهلها واتجوزها على سنة الله ورسوله، وبعد ما اتجوزها عرفت اللي هو مدمن. طيب هي بقى عشان تطلب مثلا الطلاق، هو خايف طبعا لا تطلب هي الطلاق، عمل ايه؟ صورها بأوضاع ما تصحش، ما يصحش أي حد يصورها لزوجته، وعملها فيديوهات وقال لها لو أنت ما مشيتيش زي ما أنا عاوز تقعدي في البيت يضرب فيها ويشتم فيها، ما تقدرش تنطق ولا تفتح بقها، لا الفيديوهات دي هنزلها لك على النت. طب أنت مش عارف اللي الديوس ده مش هيخش الجنة ولا هيشم ريحتها؟ ها أنت ما عندكش نخوة، ما عندكش رجولة، ما عندكش شهامة، ما عندكش أي حاجة خالص، ولا قيم ولا أخلاق، ما بتخافش من ربنا، مش خايف سبحان الله العظيم لينزل سخطه وغضبه عليك من اللي بتعمله في أولاد الناس؟ يعني سبحان الله العظيم ده ترضى أنت أي واحد سبحان الله العظيم يعمل كده في أختك عشان كده تعمل في أولاد الناس؟ والله يا جماعة أنا الكلام اللي أنا بقوله لكم ده يعني من الواقع، أنا مش بألف الحاجات ديت وأقولها لكم، لا والله ده من الواقع بيعملوا كده سبحان الله العظيم. ليه مش عارفة؟ يعني ما عرفش بقت الأخلاق والدين ما فيش خالص. يعني سبحان الله العظيم تقول للواحد صلي يقول لك أصل أنا ما عنديش وقت، أصل أنا الشغل واخد وقتي كله، يا عم صلي يقول لك أصل اللي بيصلوا دول بيعملوا ذنوب، أصل اللي بيصلوا دول بيسرقوا. طب أنت مالك أنت باللي بيسرق ولا ما بيسرقش؟ ده أمر إلهي من الله عز وجل بيقول لك صلي، التزم، توب إلى الله، ارجع إلى الله. أنا بقول الكلام ده كله ليه يا جماعة؟ لأن الإنسان اللي بعيد عن ربنا ممكن يعمل أي حاجة. ربنا يعافينا وإياكم.